أخبار وصور وفيديوهات كتيرة يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي يومياً، وإحنا في برنامج آخر النهار نرصد لكم أبرز ما جاء فيها، والتي كان من بينها دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مجموعة من الهاشتاجات إفريقيا يا أهلي ويلا يا أهلي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه الكثيرون. أثار فيديو مفبرك للاعب وسط الزمالك التونسي فرجاني ساسي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي غضب جماهير القلعة البيضاء، ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج فرجاني ساسي خط أحمر، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر السوشيال ميديا. تداول عدد من رواد موقع تيك توك مقطع فيديو للفنانة أصالة وابنتها شام الذهبي، وظهر في مقطع الفيديو داخل سيارتهما وهما يغنيان أغنية حاجة ما تخصكش. تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لمجموعة من الشباب السعودي يتناول وليمة جماعية على تمساح مشوي قاموا بصيده، الأمر الذي أثار الجدل على مواقع السوشيال ميديا لاعتقاد البعض أنه حرام لأنه من ذي الأنياب، والبعض الآخر ذهب أنه حلال معتبرين إياه نوع من أنواع السمك. إسراء سعد، آخر النهار.